اهلا وسهلا بكم، كيف انتم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وانتم ما شاء الله كتشوفوا هذا الفيديو تكونوا في احسن احوالكم. اليوم ما شاء الله في هذا الفيديو غنمشيو نضربوا الدويره في ديفاكتو ونشوفوا التخفيضات اللي عاملينهم دابا تما. وها صراحه ماشي شي تخفيضات اللي واو، ولكن المهم لا باس بهم. المهم البنات هانتوما معايا، يلا نشوفوا شنو كاين. وكنتمنى ان شاء الله هذا العام هذا اللي غيدخل جديد يدخل علينا بشي حاجه اللي هي ايجابيه وبالخير وبالبركه على الجميع ان شاء الله. وهانتوما معايا، نبداو باول حاجه. كاينين هنايا كبابط البنات، كاين كبابط يعني على اشكال وانواع، هادو ما عاملينش فيهم بروموسيون. هادو حتى هما انا خديت هاد الريبيكه، هادي صراحه كانت عجبتني وخديتها طويله، كتعمل ب 299 درهم، ولكن صراحه كتستحق الثمن ديالها حيت مزيونه كتجي في اللبسه. وهاد كاينين هاد القبيجات هادو اللي كنعرفهم خرجوا هاد الموضه هاد العام هذا. المهم كاين خراسه، كاين بزاف الحاجات اللي عاملين فيهم تخفيضات. الحاجه اللي مزيانه هي انك كديو مثلا كديو جوج دبياسات والثالثه كديوها فابور، يعني اذا خديتو مثلا جوج ديال الخراسه ولا خديتو جوج ديال القوامجه ولا اي حاجه، الحاجه الثالثه اللي غتاخدوها معاهم فهي كتاخدوها فابور. كاين هنايا هاد الكاسادورات هادو عاملين لهم تقريبا 300 درهم، يعني 299 درهم، يعني 300 درهم. وكاين هاد الريبيكات عجبوني بزاف صراحه، مزيونين كيجيو في اللبسه، كتقدروا يعني تلبسوهم مع جينز اولا تلبسوهم مع سراول ديال الثوب، يعني كيتمشاو مع اي حاجه لبستوها وكيجيو انيقين في اللبسه صراحه وحلوين. كاين هنايا حتى هاد الريبيكات هادو اللي كتشوفوهم هنايا، يعني دارجين على الموضه هاد السنه هادي، كيتلبسوا حتى العام اللي فات كانوا موضه وباقين حتى هاد العام هذا. صراحه كيجيو حتى هما مزيونين بزاف في اللبسه، تقدروا تعملوا لهم سميطه في النص، يعني كيجيو كيما لبستوهم كيجيو مزيونين. وهنايا كاين هاد مانيكسات هادو اللي كتشوفوهم، هادو عاملين لهم يعني عاملين لهم 99 درهم. مانيكسات يعني الخراسه، كاينين فحال هكذا اللي كيجيو بلا عنق وكاينين اللي كيجيو بالعنق، عاملين لهم 99 درهم، كانوا ب 139 درهم. المهم يعني نقصوا منهم شويه. وكاين هنايا هاد السبردينات هادو، حتى هما نقصوا لهم صراحه، كانت ب 449 درهم ولات ب 199 درهم. هنايا اشكال وانواع، يعني كتختاروا اللي بغيتو. وهنايا كاين هاد الخراسه هادو اللي كيجيو في هاد الشكل هذا، حتى هما كيجيو مزيونين في اللبسه. وهاد المطاع هذا عاملين فيه السيكان، كاين فيه الشيلان اللي ديال داك الشيلان اللي كيجيو ديال العنق، وكاين فيه هكذا قوامج ديال الصيف. كاين هنايا مانيكسات كما كتشوفوا عاملين، كديو جوج ديال البياسات وكديو الثالثه فابور، يعني بحال هكذا عاملين. هاد المطاع هذا كاين بيجامات، كاين هنا بانطوفات، كاين المهم بزاف ديال الحاجات ديال الدار، يعني اللي كيتلبسوا في الدار. عاملين لهم هادو 49 درهم الفوقاني بوحديتو، هادو عاوتاني هادو كيجيو في الصيف، كيجيو ملبوسين مزيونين قويمجات بحال هكذا. هادو مطيحين منهم بزاف، كانوا عاملين لهم 229 درهم، ولاو عاملين 269 درهم عفوا. فبحال هكذا الحاجات بحال هكذا، يعني الواحد ياخذهم ويخبعهم من الصيف، يعني واخا حنايا دابا مثلا فصل الشتاء، فاذا كنتو باغيين ديوهم فصل الصيف كتاخذوهم دابا. وبالنسبه لهاد الكاسادورات اللي كتشوفوا، يعني كديو جوج والثالثه اذا بغيتو كديوها فابور. ودابا غنمشيو لوليد الاتجاه ديال الوليدات الصغار. هنايا كاين عاملين لهم اللباس، اذا بغيتو مثلا كتشريو اللباس واجد
صراحة عاملينو مخدوم مزيان، يعني داكشي متقون معدل على حقه طريقو اللي تبقاو تمشيو تخيطوا وتختاروا التوابل داكشي، ف كتديوها هكذا يعني واجد. واخا حنا دابا فوتنا الدخول المدرسي، اللي بغى ياخد هكذا الحاجه العام الجاي فحتى هما عاملين عليهم تخفيضات. هنايا كما كتشوفوا هذا المطعم ديال العيال صغارين، كاين هنايا بزاف ديال الحاجات اللي صراحه كيحمقوا سواء البنيتات او لا ديال الذكوره، شي حاجه اللي مزيونه بزاف. وحتى هما يعني فيهم تخفيضات اللي مهمه. انا جاني يعني التجاه ديال العيال صغارين عندهم فيهم تخفيضات اكثر من ديال الناس كبارين. كاينين هنايا الكسيويات اللي كيجيو الصوف، كيجيو ملبوسين مزيونين بزاف بنيوتات هكذا صغارين. مهم البنات، نخليكم مع الفيديو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش باللايك واشتراك في القناه باش توصلوا بجميع الفيديوهات ديالي. وفرجه ممتعه.